السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الفل. أنا في طريق دلوقتي إن أنا أعمل الفان آي دي. في الأول حاولت أعمل اللي هي الآي دي بتاعت الصحفيين، لكن للأسف حتى الآن بيقولوا لي إن كان في بادجت معينة وإن أنت ما كنتش فيها، وهنحاول وما هنحاول. فيعني أنا حتى الآن بحاول اللي هي أطلع الآي دي بتاعت الصحفيين اللي هتخليني أخش كل الملاعب، لكن مش هنقف عند كده. حاولت دلوقتي رايح ان شاء الله اعمل الفان اي دي، اول ما اخش جوه هكلمكم وادعوا لنا ان شاء الله ربنا يوفقنا ونجيب تذاكر الماتشات والفان اي دي. من جوه هخش واكلمكم ان شاء الله. سلام مؤقت. دلوقتي وصلنا جوه المطار، مستنيين الدور ونشوف اذا كان يطلع لنا الفان اي دي ولا هيبقى في مشكله في السيستم. اللي كان من كتر ما حاولت احجز الموقع تقريبا يعني رفضني، مش راضي يحجز لي اي تذكره ابدا. ف الراجل المسؤول مشكورا يعني دخل بالاكونت بتاعه وبيحاول يحجز لي، فمش عارف بقى هيتقبل ولا لا. الساعة دلوقتي بقت 4:15، وأنا تقريبا هنا من حوالي 4 ساعات. يعني أنا صليت الظهر وجيت الساعة 4:15، كل ده بحاول أحجز تذكرة ومش عارف أحجز. أول حاجة كان في مشكلة في الفيزا ومشكلة في السيرفر وحاجات كتيرة كده. بعد كده جيت أحجز على الفوري، لقيت برضو الفوري الدنيا واقعة ومعادش فيه فوري، والسيستم الفوري واقع، والكلام ده بقاله 4 ساعات بالظبط. عايز اقول ان انا اصلا جيت هنا امبارح وكان برضو نفس المشكلة حصلت، ومش قادر اطلع تذكرة عشان اعمل فان اي دي. عموما انا قاعد معهم، هم قاعدين لغاية الساعة 11 بالليل، وانا اليوم ده كله قاعد لغاية ما اشوف ايه حل الفان اي دي، هيطلع لي فان اي دي ولا لا. المشكلة ان شاء الله تتحل ويطلع الفان اي دي. بس انا كل الفيديوهات اللي فاتت انا كنت معتقد ان انا بالظبط نص ساعة وهخلص، لكن واضح ان انا مستمر بالليل علشان اشوف التذكرة هتطلع ولا لا، او الفان اي دي هيطلع ولا لا. هو ده المهم، سيبك من التذاكر، المهم ان يطلع فان اي دي. فانا ربنا يسهل هعمل لكم ابديتس على طول واشوف اذا كان هيبقى فيه جديد ولا لا. وسلام عليكم مؤقتا. شايفين اللي بيحمل ده يا جماعة؟ اللي بيحمل ده آخر أمل ليا إني أطلع فان أي دي. حضرتك ما حجزتش كان حجزت في البيت تاني. كان لازم تستنى بقى بالظبط إمتى؟ 5 دقايق بيحمل. وأنا هنا من الساعة 12:30 يعني واحدة تقريبا، واحدة بعد كده بعد ما تدفع الفيفا. الساعة دلوقتي 5:30، يعني انا مثلا بقالي 4 ساعات وشوية بحاول نحجز تذكرة. ان شاء الله نخلص واتصل بيكم واقول لكم ان انا خلصت. بعد 10 ايام من المعاناة طلعت تذكرة الماتش الثالث لمنتخب مصر. مش عايز اقول لكم انا فرحان قد ايه. رب تكمل بقى ونطلع الاي دي فان. فاحنا دلوقتي بنعمل ماتش المغرب وناميبيا، يا رب يتقبل. ايه ده؟ رجعنا لكم تاني الساعة 6:30 بتوقيت مصر. أنا هنا بقالي بالظبط 5 ساعات وشوية، 5 ساعات تقريبا. بس أخيرا يا جماعة الفان آي دي طلع. أخيرا يا جماعة بعد يوم مرهق جدا، بعد 5 ساعات متواصلة قاعد قدام الجهاز بحجز، مفيش فايدة، مش راضي أبدا يقبل الأكونت بتاعي. قعدنا عملنا شوية محايلات كتيرة، الناس اللي جوه تعبت معايا بصراحة تعب كبير، بس الحمد لله أخيرا الفان اي دي طلع. هنحضر كل الماتشات اللي جايه ان شاء الله، حتى اللي احنا ما حجزناهاش تذاكر
احنا حجزنا دلوقتي تذاكر لمصر والتونس، وان شاء الله هحجز الجزائر والمغرب، وكل الناس اللي هتتابعنا من تونس او الجزائر او المغرب او اي حد هيجي من بره ان شاء الله يا ريت يتواصل معايا. هتلاقي لينكات الاكونتات بتاعتي تحت الفيديو ده، تواصلوا معانا يا جماعه علشان ان شاء الله نعمل مع بعض فيديوهات. حتى الناس اللي جايه من بره مصر يا جماعه عايز اقابلكم، حتى الناس اللي في مصر، اي حد هيروح يحضر اي ماتش يا ريت يتواصل معايا، نتقابل نصور مع بعض فيديوهات. انا سعيد جدا ان انا عملت الفان اي دي وهحضر كل الماتشات، وسعيد جدا ان انا هقابل الناس. مجهودنا يا جماعه رهيب، انا بقالي حوالي 10 ايام بحاول اسجل، انت مش متخيل 10 ايام بحاول اسجل، مش عارف الاكونت بتاعي مرفوض تماما. الحمد لله بعد محاولات كثيره اخيرا قبل انه يطلع لي التذاكر، والحمد لله خلاص حجزت التذاكر. مستنيك ان شاء الله، اي حد هيحضر اي ماتش يتواصل معايا على الاكونتات بتاعتي فيسبوك انستغرام تويتر، اطلعوا تحت الفيديو ده، يا ريت تتواصلوا معايا يا جماعه عشان هنصور مع بعض، هنتقابل، هنتكلم، هنفرح، هنعمل كل حاجه حلوه، وهنسجل فيديوهات وهنعرضها للناس. ان شاء الله كل حاجه في الفتره اللي جايه تعجبكم، مش فاضل غير انكم تشوفونا ان شاء الله الفيديو الجاي واحنا جوه المدرجات ان شاء الله، وهنصور لكم فيديوهات لايف هتعجبكم جدا جدا. استنونا، وشكرا جزيلا على اليوم المرهق اللي قعدناه مع بعض. عايز اقول ان الراجل المحترم ده ساعدنا جدا ان احنا نخلص مساله الفان اي دي اللي تعبنا جدا على مدار 10 ايام. شكرا جزيلا لكم يا جماعه، شكرا، والسلام عليكم.